على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معنا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات في شهر رمضان الكريم. بعد ما عدى أول يومين في رمضان بتبدأ اللخبطة بقى في كل مطبخ مصري. هناكل إيه النهاردة؟ أوحش سؤال ممكن أتسأله على الصبح أو حتى أسأله على الصبح. طبعا كل طرف في البيت عايز يجري من السؤال ده، بيبقى عايز يريح دماغه ويهرب من السؤال، إلا لو كان بقى يعني مزاجه في حاجة، نفسه في حاجة هف عليه عايز يفطر بيها النهاردة. لكن خلينا متفقين إن أغلب الرجالة يا جماعة ما بتحبش تتسأل سؤال تحب تاكل إيه النهاردة يا حبيبي على الفطار؟ السؤال ده يعني بيكرهوه جدا، هو عايز حقيقة يرجع من الشغل يصلي يريح يصحى يلاقي السفرة جاهزة وكل الأكل كمان على ذوقه. طب تتصرفي ازاي بقى في المشكلة دي انت كست الستات؟ هنعرف في التقرير أو البوبس اللي جاي إجابات الستات ايه، يمكن نعرف منها حاجة. طبعا شهر رمضان الكريم جدا بنستناه من السنة للسنة، مشهور قوي بإيه؟ غير الصيام طبعا، لا بالعزومات. بنفضل بقى كل الناس رغم الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا إلا أننا برضو مستمرين في عزومات رمضان. ليها اتيكيت؟ أيوة ليها اتيكيت. عايزين نتعرف على اتيكيت عزومات رمضان والهدايا نفسها اللي بناخدها بقى وإحنا رايحين، نوعها إيه، طريقة تقديمها إيه. طيب لو في عروسة جديدة في البيت، هل إحنا كأهلها يعني نخليها بقى تفطر أول يوم رمضان مع أهل العريس ولا إحنا نستضيف أهل العريس؟ نروح قبل الفطار بقد إيه؟ نروح بدري ولا الواحد يروح على المدفع على طول؟ حاجات كتير وأسئلة كتير جدا جدا هنعرف إجابتها النهاردة، وبنستنى ضيفتنا يعني العزيزة قوي قوي إنها تشرفنا، الأستاذة رحاب المحمدي خبيرة الإتيكيت. كل سنة وأنت طيبة. حضرتك بالصحة والسلامة وتوحشينا، والإتيكيت الجميل بتاعك اللي بيبقى مواكب لكل عاداتنا وتقاليدنا، بتعملي ميكس جميل ما بين الإتيكيت العالمي والإتيكيت المصري بتاعنا وطبايعنا وعوايلنا. يعني المقدمة الجميلة، كل سنة وأنت طيبة. وأنا ببقى في أسعد أوقاتي إنه دايما بنكون مع بعض أول رمضان، وبيبقى طبعا يوم جميل، وكل سنة وكل الشعب المصري بخير وسعادة يا رب. أكيد بيحصل ميكس ما بين الإتيكيت بتاع الأكل عموما اللي بنبقى له قواعد في العالم كله وما بين إتيكيت رمضان. فإتيكيت رمضان ده بيبقى، هل نقدر نوصفه أنه هو إتيكيت مصري قوي ولا هو إتيكيت عربي وإسلامي؟ هنتفق على حاجة مهمة قوي، هو الإتيكيت فعلا قواعد بنقول عليها عالمية، لكن هي قواعد بشكل عام، وإحنا كمان كمسلمين وكمان إخواننا المسيحيين عندنا إتيكات من الدين اللي هي قواعد الدين وقواعد الاستقبال، قواعد الأكل والشرب والطريقة والتعامل وهكذا. صح. فالإتيكات عندنا بشكل عام، إحنا ديننا بيعلمنا الإتيكات. لو كانت كلمة الإتيكات هي كلمة غربية، إنما هي بالفعل مرادفها ما هي إلا السلوكيات والتعاملات اليومية في حياتنا. صحيح. بالنسبة لفكرة انه الاتيكات هنا اسلامي، لا، هنا هنقول انه ده هنا مش اتيكات، ده عرف سائد اللي هو عوايد وتقاليد. عادات أيوه. وتقاليد جميلة. ما اعتقدش طبعا ان الغرب عندهم رمضان ولا عندهم عزومات، قلما يعني عزومات، بس بيبقى لها طقوس مختلفة. بالظبط. احنا عندنا طبعا بنحاول ان احنا نعمل قواعد من الاتيكات تناسب العادات والتقاليد والطريقة الشرقية الدينية بتاعتنا، بما لا يتنافى مع ان احنا نكون عندنا نظام. أيوة. هو القواعد والإتيكات ما هو إلا النظام. صح. النظام اللي بيريح كل الناس وبيسعدهم وبيبسطهم، بيخلينا حتى مبسوطين وإحنا بنتعامل مع بعض، بيخلينا ذوق مع بعض مرتاحين. ذوق قد إيه حضرتك لما بتتعاملي مع حد مريح؟ بتلاقيه مريح لأنه مهذب، لأنه ذوق، لأنه مواعيده حلوة، لأنه جاي مثلا بهدية لطيفة، لأنه ما ضايقكيش. صح. ألا وهو الإتيكات. طبعا في من ناحية الإتيكات بشكل عام وفي رمضان، هي المواعيد، هي الهدية، الأسئلة اللي حضرتك قلتي عليها، هي نوع الأكل مثلا. فكرة عجبتني قوي سؤال إنه لو عروسة جديدة بنسيبها تعمل ايه. طبعا احنا عايزين نقول ان لكل الامهات العروسه والعريس يعني بالزبط. يعني تيجي نبدا بده، يلا يمكن تكون فاتحه خير حلوه للي بيتفرجوا علينا.
عريس وعروسة مخطوبين. العريس هيجي مع العروسة في بيت أهلها أول يوم رمضان مع العيلة بتاعت أهلها ولا العروسة هتبقى تحت كنف اسمحي لي عرس أو خطبها وتروح أول يوم مع أسرته؟ هقول حاجة، هو من ناحية العادات والتقاليد بالنسبة لنا وزي ما قلنا بنتواكب مع قواعد الإتيكات، هنقول إنه في حرية شخصية لكن كمان بنتقيد مع الخطوبة بعلاقتنا بالأهل. فعايزين نقول إنه كل عيلة وكل بيت ليه طريقة، لكن في حكاية الخطوبة خصوصا مش هتبقى زي الجواز، هتبقى وقتها العريس هو اللي بيروح مع أهل عروسته، ده يكون أفضل ومش العكس. أوكي. لو مش عايز أو لا يفضل أو عايزين عيلته برضو تتجمع معاه، فيبقى هو في بيته وهي في بيتها، كل واحد مع عيلته إلى أن يحصل عزومة تجمع العيلتين. افضل العيلتين. ايوه أوكي. في الخطوبه خاصه، لانه احنا بنقول ان الجواز عائلات، علشان نتعرف على بعض، مناسبه حلوه جميله تجمعنا، مش كل يوم موجوده عزومات، فبالتالي صحيح. تبقى العيله هنا بتعزم الكل والعيله هنا بتعزم مين امتى او قبل او حسب الظروف، لا ملهاش قاعده. بعد الجواز الموضوع بيختلف. بعد الجواز لازم نسمح لنفسنا احنا كسيدات زي ما حضرتك قلتي في كنف، فبالتالي لازم نحترم العادات والتقاليد الخاصة بعيلة الزوج. وعلى مامتي أو بابايا أو عيلتي أنا كمان يحترموا إنه أنا يعني في متزوجة ولازم يبقى في طقوس جديدة. والأفضل بقى إنه يعني فيما بعد لما هم يكونوا عيلة وأولاد يكون أول يوم رمضان مثلا بيفطروا في بيتهم. يعني لما يتجوزوا بقى العريس والعروسة أو حتى المتزوجات حاليا بقى الجداد، ده هيبقى أول رمضان بالنسبة لهم بالزبط. فاعرفوا بقى ريحة هتقول لنا اهي. ده بيكون أفضل بقى. لأنه إحنا الإتيكيت بيعلمنا إنه القواعد بتستمر زي ما بنقول طقوس رمضان. بعد شوية العيلة دي هتكبر، هيبقى فيه أولاد، هيبقى فيه أحفاد، فهم خلاص هيتعودوا إنه أول يوم رمضان في بيتهم. صحيح. بعدين تاني يوم رمضان نبتدي بقى نشوف مين عزمنا بالظبط. وهكذا. طيب دلوقتي يعني في سؤال هو مش في السكريبت الحقيقه، بس هو نقدر نقول ان انت حضرتك مش ممكن تكوني محتاجه السكريبت ابدا، يعني ده اسئلتك اجمل اسئله من واقع الازمه الاقتصاديه اللي العالم كله بيعيشها. انا مش متخيله ان احنا حاليا في رمضان ده، وحضرتك طيبه وكل المشاهدين طيبين، ان هو هيبقى زي كل رمضان. يعني ممكن نبقى فلكسبل شويه، مرنين حبتين. يعني مثلا ممكن لو انا بحب اعزم صحباتي كلهم، ايه رايك اقترح عليهم ديش بارتي؟ هل ده من الاتيكيت ولا لا؟ طيب بلاش كده. لو انا متعوده ان يبقى الفطار بشكل معين بحاجات معينه، الظروف السنه دي مش زي الظروف السنه اللي فاتت واللي قبلها، هل اقدر ابسط شويه اخفف على نفسي العبء واصحابي او اهلي، خلينا في الاهل، هيتقبلوا ده ولا لا؟ المقربين دي كل تساؤلاتي، انطلقي. المقربين مننا اكيد احنا لازم نراعي ظروف بعض، وكمان مهم قوي انه نعرف انه من العادات والتقاليد ومن الاتيكات انه اي حاجه تبادلها هتكون مع بعض تكون بشكل مناسب ل يعني زي ما بيقولوا لظروفنا. ايوه. يعني ما ينفعش ابدا اكون انا حد يعني مقتدر ماديا جدا جدا واعمل عزومه فظيعه وكبيره واعزم كل الناس بطريقه مبالغ فيها. أيوة. وهبقى يعني مين هيقدر يرد لي؟ دي هتقدر ترد لي ازاي؟ أيوة. هكذا في الهدايا بشكل عام، يعني حتى لما بنحب نجيب هديه، لو انا مقتدر ماديا بزياده مش المفروض ان انا اجيب الهديه على قد قدراتي انا. مع مراعاه اللي قدامي، يمكن زميل في العمل، يمكن حد من انا كده كاني بحرجه جدا. لانه من المفروض انه يرد لي العزومه او الهديه بنفس الفكره او المستوى. لو فكرنا في حكايه ان احنا نقلل، فاحنا عايزين نقول انه من الاتيكات انه اساسا من زودش قوي في الاصناف، من فكره الاتيكات طبعا، لانه الاتيكات بيعلمنا ان الاصناف حتى ليها عدد. يعني مثلا
صنف هنبتدي باول حاجه دايما بناكلها الشوربه. المفروض انه صنف شوربه واحد لا يختلف عليه الاخرين. دايما بيراضي جميع الاذواق، الا وهو مثلا الشوربه. السنين اللي فاتت دي كنا بنشوف في عزومات كتيره نوعين شوربه، ونبقى يعني فعلا بتبقى ده محيره، محرج وبيبقى محير. الاتيكيت بيعلمنا نوع شوربه، نوعين سلطه، وتكون فيهم السلطه الخضراء التقليديه اللي هي بنقول عليها كل بالظبط كل الناس بتحبها. لو هنضيف عليها كمان صنف يبقى مناسب لبقيه الاصناف، لكن ما يبقاش برضو مثلا سلطه غريبه عشان ما تحرجيش الناس، لانه في ناس بتبقى بتعزف عن ان هي تاكل وهي مش عارفه النوع، محرجه تسالك. الا لو كانت صاحبه البيت بقى عندها بالظبط، لا وعندها اتيكات انها تقول يا جماعه ايه رايكم، ده بني، ده فيلي، ده بيكاتا، ده كفته، يعني نقول الاصناف كده بطريقه فريندلي. احنا بنعزم بالظبط. معلش معلش، في الحته دي امسك الاطباق واعزم واحط ولا السيرفيسات على السفره او على البوفيه او على اي والناس هي اللي تحط لنفسها؟ هم دول نوعين من السفره. في سفره رسميه وفي سفره طبعا بتاعه اهلنا واصحابنا واصدقائنا. لا دي بنقعد نعمل كده وهدا واديني من قدامك، دي البساط احمدي فيها. هيلب يور سيلف، ممكن تحطي الاطباق والمعالق والشوك وكل واحد ياخد يعني السات بتاعته ويكمل. فاحنا حسب نوع العلاقه وحسب نوع طريقه التقديم، لكن من الافضل ان احنا دايما ست البيت يعني زي ما بيقولوا تقف على خدمة ضيوفها، تهتم بيهم طبعا. كل واحد بتفاصيله، تبص على طبق كل واحد، مفيش حاجة ناقصك ايه، لا بليز إيه جرب غير ما دي تسأله. يعني في ناس بتبقى عايزة تجرب بس محرجة. أيوة. فلازم انا اروح لهم اوديهم، طب ايه رأيك، طب دوق دي، طب شوف دي، بدون اوفر يعني من غير ما نزودها. نرجع تاني للأصناف كمان، فكرة أنه لازم يكون على السفرة طبق من أنواع الخضار، وبرده يكون التقليدي جدا ولا ألا وهو مثلا الملوخية. الله. حاجة مش محتاجة رز ولا عيش. أوكي تمام. هنروح للحوم. لا بس الملوخية محتاجة رز أو عيش، في حاجات يعني مش ضروري. أنا يعني مش مدرسة الملوخية شوربة على فكرة، أنا الملوخية يعني ملوخية. في رمضان، لأنه في أصناف تانية من النشويات. لو حضرتك مثلا عاملة محشي، عاملة رز بالخلطة، مش هتعرفي تعملي رز أبيض للملوخية. وبرضو ممكن نعمل العيش موجود، بس ممكن ناس تستخدمها للشوربة. صح. اللحوم يبقوا نوعين فقط مش اكتر، نوعين مختلفين، لحوم فراخ يعني ايا كان النوع. النشويات نوعين برضو مش شبه بعض، ما ينفعش بالظبط باستا ورز. باستا ورز مش ممكن ابدا ولا مناسب ان احنا نعمل رز بالخلطه ومحشي. مكرونه مكرونه بشاميل ولازانيا، الاثنين نفس الستايل، نفس الاسره بالظبط. كمان يكون مهم قوي قوي برضو، لو بعد لو على الفطار مش هنحب ابدا ان احنا نحط سويتس وحلويات على السفره. ودي ومن الاتيكيت نرجع تاني لسؤال حضرتك، ان احنا ما نزودش العدد، ما نزودش الاصناف، لانها مش بالكثره ولا بالكم الكبير، بالعكس. صح. احنا في رمضان والناس، وده بنراعي بيه طبعا كمان احنا اقتصاديا. كمان ممكن فكرة الديش بارتي اللي حضرتك قلتي عليها، لو دي احنا ولا عيلة. اوكي لا خالص، هي لو احنا عيلة وعلاقتنا تناسب حاجة زي دي، يا جماعة يلا نتجمع مع بعض في بيت مدام دينا مثلا، ايه رأيكم انا هعمل كذا وانت تعملي كذا ونتفق. مهم قوي، يعني مفيش حاجة اسمها كل واحد يفكر في ايه ويجيبه عشان ما يتعدش تاني. لكن طيب اخر حاجه بقى، اخد ايه هديه وانا رايحه؟ لازم كل ياخد حلويات؟ مش عارفه ليه، هل ممكن مثلا صاحبتي اللي جايه لي او قريبتي اللي جايه لي ممكن ابص الاقيها جايبه لي هديه ليا انا بيرسونال؟ انا يعني حاجه خاصه بصاحبتي البيت. طيب اللي عملت كده بتفهم اتيكات جدا بجد؟ جدا. أوكي. لانه من الاتيكيت لو حد بيعزمنا على اكل ما ناخدلوش معانا اكل ولا حلويات. ولو انا بعتمد اعتماد كلي وجزئي على الحلويات. الله، على اسئله حضرتك دايما بتفجري الامور. فعلا بتعتمد اعتماد كلي. يبقى هنا بالاتفاق، لكن في القاعده العامه انا دلوقتي
دلوقتي عامله اكل ممكن حضرتك تبقي مش عارفه انا عامله ايه. صح. سويتس وحوادق وحلويات ومشروبات، عامله كل حاجه. لما هتجيبي لي من اللي حضرتك جايباه وغيرك وغيرك انا هرتبك. انما لو انا عامله حسابي انتوا عليكوا الحلويات والشرقيات والكنافه والقطايف وانا عامله بقى كل اصناف السفره، هبقى انا كده مستنيه لكن ده عادي دي وسعيدة بيها. أوكي. جدا. لكن لو مش عايزين ناخد حلويات وده الأفضل نقولها لا مش نقولها، بلاش يعني يا جماعة تجيبوا حلويات، عندنا حلويات كتير، احنا متفقين. ما اتفقناش على كده يبقى انا بقى راحة عزومة ممكن جدا اجيب مفرش شيك، فانوس لطيف، هدية حلوة لصاحبة البيت زي ما حضرتك قلتي اللي تعبت وتكبدت العناء، نفرحها لان صحيح. الهدية تهادوا تحابوا، ده حقيقي. ويعني دايما رمضان كده كله أحاسيس جميلة وصحيح اتيكيت، بس احساس الحب اللي فيه، احساس العطاء اللي فيه، احساس التجميع الحلوة. احنا بنعمل عزومة مش عشان ناكل، عشان نتجمع مع بعض، عشان نسعد بعض، عشان نشوف بعض ونبسط بعض. كل ست كده في بيتها بتبقى نفسها ان اصحابها واهلها يقولها علشان يبقى في جو من البهجة وجو رمضان، وهو ده الاساس مش بكتر الاكل زي ما الاستاذة رحاب المحمدي خبيرة الاتيكيت اللي بشكرها على وجودها معانا النهاردة قالت لنا بالظبط في الانترفيو ده. بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي لحضرتك. واهم حاجة عايزة اقولها لك انه الناس تروح على ميعاد الفطار مش قبله. لا طبعا ده اكيد مش هنقعد نستنى الاكل وشامين ريحة المحشي جوه. حضرتك طيبة وبالصحة والسعادة دايما يا رب. ميرسي لوجودي معاكي دايما بإذن الله في دايماً رمضان. دايما تنورينا. مرسي. وأحلى اتيكيت في الدنيا بتقدمه رحاب المحمدي. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك. وكمان بشكر حضراتكم انكم تابعتونا النهاردة، يا رب تكونوا انبسطتوا بحلقتنا وعرفتوا معلومات كتير النهاردة. أشوفكم بكرة حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات في شهر رمضان الكريم. باي.